قطع الطرق الآن، هل تعتقد هذا ما أطلق عليه بالضبط بنيامين نتنياهو بأنها المرحلة الثانية من العملية، أن يتم الإطباق على هذه المنطقة وبعدها تبدأ العمليات؟ وإلى أي نقطة بتقديرك يعني ستتوقف مسألة القصف وبأن إسرائيل عليها الدخول في حرب الشوارع؟ فإذا بداية فلنتحدث عن المرحلة الثانية. أعتقد بأن الغرض الأساسي من المرحلة الثانية هو القرب من المدن وضمان أن لديك قوى تحيط بالمنطقة التي ترغب في أن تهاجمها. بوضع هذه القوة في الصدارة، هذه القوى الخفيفة، بإمكانك أن ترى الأسلحة والطلقات المضادة للدبابات من أين تطلق. فإذا الدبابات الخلفية لهذه القوات لن يخاطر بها. فإذا على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بهذا الهجوم من المبنى، فهذا يبقي إشارة بأن قواتك في الصدارة يمكن أن تتصدى لها دون أن تضع هذه الدبابات في الخلفية في مخاطرة. فإذا هذه قوة صغيرة تأتي قبل القوة الأكبر الأساسية لمجرد تغطية القوة الكبرى خلفها.